كتير بقى من الممارسات الصحفية التونسية الغاضبة، وكلها راحة في سكة التحكيم والتوتر و ما علينا. لكن وسط هذه الكومة العشوائية من هذا الأداء الغاضب يظهر رأي منطقي ومحترم ومتعقل للكابتن نبيل معلول. ونبيل معلول واحد من أسماء الكرة التونسية الكبيرة، المدير الفني السابق للمنتخب التونسي لأكثر من مرة، قادوا الكأس العالم، حد اسمه في الكرة التونسية كبير، كما أنه مكانته كمحلل رياضي أيضا مرموقة. نسمع رأي الكابتن نبيل معلول. كانت بدنية أكثر منها فنية حسب رأيي أنا الشخصي. كان في حذر كبير خاصة من في بداية المباراة من طرف الترجي الرياضي التونسي، شاهدنا أنه فما شوية خوف، شوية فما رهبة، فما ضغط كبير كانوا على لاعبي الترجي متخوفين كثير. حسب رأيي أنا وهذا رأي شخصي، ضربة الجزاء الأولى هدية من عند الحكم، لأنه ما كانش فيه ضربة جزاء، ما كانش فيه فاول، برغم أنه الأهلي راهو ما سرقش الفوز نتاعو اليوم. مبروك للأهلي، هارد لك للترجي، الأهلي يستاهل الفوز، كان أفضل من الترجي في جل معظم هدهات المباراة. الترجي ما تفاق ودخل في المباراة إلا بعد ما تسجل له هدف، وخاصة بعد ما تسجل الهدف الثاني قدم القدام، مشى شوية القدام. هناك لاعبين اللي مهمين بالنسبة للترجي الرياضي التونسي ما كانوش في الفورمة اليوم، الترجي كان منقوص، معناها كوليبالي وكانوا مش موجود في خط وسط الميدان، أنيس البدري نفس الشيء في الخط الأمامي، خاصة أنيس البدري اللي تعود عليه الترجي الرياضي كثير في توغلاته في الأوفرات نتاعو في التفاهم بينه وبين الخنيسي، هذا مهم جدا، يعني لاعب مهم جدا. أيضا ضربة كبيرة وموجعة ولو باش نستبق الأحداث، فرانك كوم مش موجود في مباراة العودة، فرانك كوم اللي كان رجل المباراة اليوم وكان تقريبا وحده مذيع خط وسط الميدان نتاع الترجي الرياضي التونسي، في بعض الحالات كان يعاون الشعريري، لكن الشعريري كان أكثر متقدم وكان يعاون في الخط الأمامي أكثر من اللي يعاون في الخط الخلفي، وشفنا أنه الأهداف جاءوا على أثر أخطاء كبيرة. ولو أنا حذرت قبل المباراة لما يكون عندك لاعب مثل وليد سليمان في الفورمة اللي عليها وليد سليمان في من بداية الموسم إلى حد الآن، تسجيله الأهداف ولا الأسيست نتاعو، واللي قلق كثير الترجي الرياضي التونسي وخط وسط الميدان تمركز وليد، لأن يعني وليد دائما تلقاه قريب من أزارو ويجي ويتمركز وراء لاعبي الارتكاز الاثنين اللي هما كوليبالي وفرانكوم، وهذا أخل بتوازن الفريق، مرة تلقاه كمهاجم ثاني، مرة في الجهة اليمنى، مرة في الجهة اليسرى، مرة يسقط إلى الوراء ويحاول يصنع اللاعب من الخلف، يعني دائما هو اللاعب اللي يعمل الزيادة العددية في المراكز اللي موجودة سواء في الخط الأمامي ولا أو في خط وسط الميدان، وهذا الشيء اللي أخل كثير بتوازن خط وسط الميدان الترجي الرياضي. نبيل معلول واحد من أشهر وكانش شيخ المدربين للتوانسة، يركز على الجانب الفني ويثبت جدارة الأهلي بالفوز ويرفض التعلل بالحكم وأن لم يكن مؤثرا، وإحنا أثبتنا لكم بالصور وبالكلام صحة ضربتي الجزاء اللي الناس بتحتاج بيهم. مفيش شيء بقى يخلينا نخش في التشكيك في المباراة، ولكن في شيء مهم جدا لازم نخش في التشكيك في نوايا البعض اللي هتشوفوا الفقرة الجاية مهمة جدا 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 وخطيرة جدا جدا. ابقوا معنا، فاصل ونعود.